كل عام اعتاد مئات الالاف من الاطفال الكنديين وغير الكنديين على ارسال رسائلهم الى صندوق بريد خاص لدى مؤسسة البريد الكندية، حيث يعبرون في هذه الرسائل عن امنياتهم الطفولية. طبعا بتمنوا اشياء من سانتا كلوز او بابا نويل وعالمه الخيالي الطفولي. واللطيف هنا ان كل رساله يتم الرد عليها من قبل متطوعين خلال موسم عيد الميلاد في شهر ديسمبر كانون الاول. طبعا هذه الخدمه تعد الاهم هناك وفي العالم ككل. بكل الاحوال شوف التفاصيل مع الزميله كندا جيوش. هي قصة تدفئ القلب وتغمره بالمحبة، فليس أجمل من رسم ابتسامة على وجه طفل، حيث يعرف الأطفال الكنديون ومئات الآلاف غيرهم حول العالم أنه توجد رسالة واحدة لو أرسلوها بالتأكيد سيصلهم الرد عليها. إنها رسالة إلى سانتا كلوز إلى عنوان بيته التالي: كندا، القطب الشمالي، صندوق بريد هو هو هو. نعم هذا صحيح، واليوم يصل كندا ما يقارب من 1,400,000 رسالة سنويا من أطفال حول العالم بما فيها الدول العربية، ويتم الرد عليها ب30 لغة بما فيها اللغة العربية. أنا متطوعة وأجيب على الرسائل، وهذا الأمر يمنحنا إحساسا جميلا ويعمرنا بفرحة عيد الميلاد والمحبة التي ينشرها، وكلام الأطفال أحيانا يجعلني أحس أن قلبي يذوب. وكل واحدة من هذه الرسائل يتم الرد عليها بشكل شخصي من قبل 9,000 موظف من دائرة البريد الكندي، ممن تطوعوا ليرسموا عالما جميلا للأطفال في هذا الوقت. أما الهدايا فإن الأهل هم من يحضرونها للأطفال. أنا أرد على هذه الرسائل منذ 23 عاما وأقول للأطفال مثلا: إن سانتا يسلم عليك وأن سانتا الأم نبعث لك قبلاتها وتريد أن تكون طفلا مهذبا وأن تحب وتساعد الناس من حولك. وطبعا سانتا كلوز لا يظهر، ولكن مساعديه أو موظفي البريد في هذه الحالة، وبعضهم يعمل منذ أوائل السبعينات عندما افتتح منزل سانتا هذا، هم من يردون على أسئلة الأطفال، ولديهم دليل غالبه تعليمي وتهذيبي مثل: كن صادقا وكن محبا. إنه عيد الميلاد المجيد والفرحة وسانتا كلوز والزينة والألوان، والكل يحب أن يرسل رسالة إلى سانتا كلوز. بعضهم عمره عام والآخر عمره 80 عام. لماذا؟ لكي يعودوا إلى إحساس الطفولة، بهجة الطفولة وفرحتها، أو ربما أحيانا لكي يقولوا له عما يثقل صدرهم. وسانتا كلوز يرد عليهم جميعا ويبعث إليهم بأطيب الأمان والفرحة دوما، كما نتمنى لكم في هذا العيد المجيد. كل عام وأنتم بخير. كندا جيوش، MBC مونتريال.